الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، ثم أما بعد. نعم، إيه؟ هل يسمى الله عز وجل بالدهر؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن إطلاق الدهر على الله إنما هو إطلاق خبر لا إطلاق وصف ولا إطلاق اسم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا إطلاق على الله عز وجل من باب الخبر عن فعل من أفعاله تبارك وتعالى، وليس إطلاق تسمية ولا إطلاق صفة من صفات الله، فلأن الله هو الذي يصرف ما في هذا الدهر أطلق الدهر عليه، بدليل آخر الحديث أنه قال: يقلب الليل والنهار، والليل والنهار هي الدهر، فالله عز وجل هو الدهر لأنه المقلب والمتصرف في هذا الدهر. هذا عليه أكثر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهي مسألة خلافية وليست من مسائل العقيدة الكبار. مسألة: هل يجوز أن نتسمى بشيء من أسماء الله تبارك وتعالى؟ الجواب: نعم، يجوز لنا ذلك بثلاثة شروط. يجوز للإنسان أن يتسمى بشيء من أسماء الله عز وجل بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن لا يكون من الأسماء الخاصة كالرحمن أو الله أو السيد أو الرب، إذا كان معرفين مطلقين عن الإضافة، هذه من الأسماء الخاصة. الشرط الثاني: ألا يراقب في التسمية بها معنى الصفة، لحديث أبي شريح لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من الحكم إلى أبي شريح، لأن قومه أطلقوا الحكم عليه مراقبين فيه معنى الصفة، لأنه كان يحكم بينهم ويفصل بين خصوماتهم فيرضون بحكمه، مع أن من أصحابه من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمي بالحكم وهو صغير، لم يراقب فيه معنى الصفة. الشرط الثالث: أن يكون مجردا عن الاستغراقية، فلا يسمى الإنسان الكريم وإنما يسمى كريم، ولا يسمى السيد وإنما يسمى سيد، ولا يسمى العزيز وإنما يسمى عزيز. فإن قلت: وكيف تقول في قول الله عز وجل: قالوا يا أيها العزيز؟ نقول: هذا اسم منصب فهو صفة وليس اسم شخص، فإن من تولى ملك مصر في هذه الآونة وهي حقبة يوسف عليه الصلاة والسلام يسمى عزيزا، كما أن من تولى ملكها في زمن موسى يسمى فرعون، وكما أن من تولى ملك الحبشة يسمى نجاشي، وكذلك ملك فارس والروم قيصر وكسرى، فهي أسماء مناصب، فالعزيز اسم منصب فهي صفة وليست اسما. إن قلت: كيف نجمع بين نفي النبي صلى الله عليه وسلم السيادة عنه في قوله إنما السيد الله، لما جاءه قوم وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: إنما السيد الله، فهنا نفى السيادة عن نفسه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، فأثبت السيادة له. فنقول: إن السيادة المنفية إنما هي نفي تسمية، فهو نفاها أن تكون اسما وعلما عليه، والسيادة المثبتة إنما هي السيادة الوصفية، فهو سيد وصفا وليس بسيد اسما، وهذا يجمع فيه بين الأحاديث.
ومنهم من قال بأنه لما نفى السيد عن نفسه إنما نفاه لأنه أطلقه قوم مع بعض الاعتقاد وبعض الغلو، فإذا أطلق السيد عليه مصحوبا بشيء من المعتقدات الفاسدة فيمنع منه صاحبه، وأما إذا أطلق متجردا عن المعتقدات الفاسدة الباطلة فإنه لا بأس به، والجوابان كلاهما حسن، والجوابان كلاهما حسن. إن قلت هل المحسن من أسماء الله؟ الجواب في خلاف بين أهل السنة، وورد عند أبي داود حديث ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم، والأقرب إن شاء الله أنه من جملة الأسماء، فالتسمية بعبد المحسن لا حرج فيها تحسينا لهذا الحديث واعتمادا لمدلوله، فالتسمية بعبد المحسن لا حرج فيها. إن قلت ما حكم اسم عبد المنعم؟ عبد المنعم، الجواب هذا اسم ليس بصحيح، لأن المنعم ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما من جملة أفعاله التي يخبر بها عنه، فهو ذو النعمة صاحب النعمة مسدي النعمة، ولا جرم في ذلك، ولكن لا نشتق من هذا الفعل اسما له، فالصفات والأفعال لا يجوز عند أهل السنة أن يشتق لله عز وجل منها أسماء. فإذا من كان اسمه عبد المنعم فالواجب عليه الآن أن يغيره، لأن التعبيد لا يكون إلا معقوبا باسم من أسماء الله عز وجل الثابتة، عبد الله، عبد الرحمن. أما التعبيد للصفة فلا يجوز، لا يجوز أن تقول عبد وجه الله، عبد رحمة الله، عبد نعمة الله، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. فضلا عن التعبيد لغيره، قال ابن حزم أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، ولكننا نناقش الإمام ابن حزم حتى في قوله عبد المطلب، أيضا عبد المطلب حرام، لا يجوز التسمية بها. فإن قلت ولماذا سمي عبد المطلب بهذا الاسم؟ فنقول لا شأن لنا به، إنما سموه في الجاهلية، سموه في الجاهلية، هذه فعل أجاهلي. فإن قال لنا قائل أولم يتعزى النبي صلى الله عليه وسلم به في أحد، أنا النبي في حنين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نقول قالها إخبارا لا إقرارا، قالها إخبارا عن نسبه، أوليس من نسبه عبد شمس، عبد مناف، عبد قصي، عبد كلاب، ولا لا؟ فإذا قلناها إخبارا عن سلسلة نسبه هل هذا دليل على أننا نقر هذه الأسماء؟ الجواب لا. فإذن هو يحكي نسبه حكاية إخبار، لا من باب إنشاء حكم شرعي في الدين. وهذه مباحث ممتعة وجيدة وطيبة لأهل العلم، هذا هو الحق فيها إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يبلغه وصف الواصفين. بقي عندك كلمة لم تقرأها أنت، إما أن تطمر وإما أن تعيد، عندك بلا حد ولا غاية، ما ذكرها عندكم؟ هذه من اختلاف النسخ، لكن في نسخة المعتمدة بلا حد ولا غاية لم مذكورة عندكم؟ قبل الآية بلا حد ولا غاية، قول الإمام ابن قدامة بلا حد ولا غاية فيه فرعان، الفرع الأول قوله بلا حد، هذا من الأشياء التي أخذت على الإمام ابن قدامة في هذه العقيدة، وهي نفي الحد عن الله عز وجل. فإن قلت ولماذا أخذت عليه؟ فأقول لأن نفي الحد وإثباته لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا على كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأهل السنة مختلفون في إثبات الحد ونفي الحد، والمتقرر عندنا في قواعد أهل السنة أن ما كان من الألفاظ مجملا يحتمل الحق والباطل فلا يجوز لنا أن ننفيه مطلقا، لأن فيه حقا والحق لا ينفى، ولا يجوز لنا أن نقبله مطلقا لأن فيه باطلا والباطل
لا يقبل. إذن ما الواجب عند أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة؟ الجواب: الواجب فيها الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فلفظ الحد لفظ مجمل فيه حق وفيه باطل. فإن قلت: وما حقه وباطله؟ فأقول: إن كان يقصد بقوله الله عز وجل مستو على عرشه بحد، إن كان يقصد بهذا الحد بمعنى البائن المنفصل عن خلقه، فليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته، فمن أراد بإثبات الحد أنه سبحانه مباين خلقه منفصل عنهم، ليس في ذاته شيء من ذواتهم وليس في ذاتهم شيء من ذاته، فإن هذا حق صحيح. وعلى ذلك من أثبت الحد من أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية فإنه أثبت الحد، وكذلك الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى فإنه أثبت الحد أيضا، فإنه أثبت الحد. وكالإمام الدارمي رحمه الله أيضا أثبت الحد، والإمام إسحاق بن راهويه، والإمام يحيى بن عمار السجستاني، كل هؤلاء ورد عنهم إثبات الحد لله. يجب علينا أن نحمل كلام هؤلاء العلماء على إثبات الحد الذي يحمل المعنى الحق، وهو أنهم يقصدون بالحد أن الله عال على خلقه بائن منفصل عنهم، ليس فيهم شيء من ذاته وليس فيه ذاته شيء من ذواتهم، هذا هو المقصود. فيقصدون بالحد أي الفصل بين الشيئين، الفصل بين الشيئين، فهذا هو المعنى الحق، هذا هو المعنى الحق. ولذلك احفظوا هذه القاعدة: الله له حد لا يعلمه إلا هو، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، الله له حد لا يعلمه إلا هو، كما قاله الإمام الدارمي والإمام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. ومن أهل العلم من نفى الحد كالإمام أحمد في رواية، والإمام الخطاب وأبو نصر السجزي رحمه الله تعالى، السجزي بالجيم والزاي، رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالذين أثبتوا الحد من أهل السنة فإنما يقصدون بإثبات الحد إذا كان يحمل المعنى الحق، والذين ينفون الحد من أهل السنة إنما ينفون الحد إذا كان يراد به المعنى الباطل، فكلامهم في ذلك متفق متآلف، ولا ضير على من أثبت إذا كان يقصد المعنى الحق، ولا ضير على من نفى إذا كان يقصد المعنى الباطل. فلله حد بمعنى أنه بائن منفصل عن خلقه لا يعلمه إلا هو عز وجل. الفرع الثاني قوله: ولا غاية. وهذا هو الواجب في صفات الله، أننا نثبت صفات الله عز وجل ولا نجعل لها غاية، فنقول له القوة المطلقة المتناهية من غير غاية. نحن لا نعلم منتهى قوته، الله يعلمها لكننا نحن لا نعلمها، فلا غاية عندنا لقوته، فنثبت القوة المطلقة بلا حد ولا منتهى، ها؟ يعني بلا غاية أقصد، ونثبت له القدرة بلا غاية. ما معنى قولنا بلا غاية؟ يعني بلا منتهى لها، مثل كلمات الله عز وجل، هل لكلمات الله منتهى؟ الجواب لا. فإن قلت: وما الدليل على أن كلام الله لا منتهى له؟ الجواب: قول الله عز وجل، إيش؟ نعم، في شيء؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو أن أشجار الأرض كلها بريناها وصارت أقلاما والبحر انقلب من كونه ماء إلى حبر وبدأنا نكتب أسماء الله والله يتكلم ونحن نكتب أسماءه لنفد البحر ونشف وتكسرت المداد ولم تنفد كلمات الله، هذا كلمات الله ما لها منتهى.
فالله له القوة المطلقة التي لا منتهى لها، الله له القدرة المطلقة التي لا منتهى لها. فالمراد بنفي الغاية هنا نفي المنتهى. أنا قوتي لها نهاية، ليس كذلك؟ قدرتي لها نهاية، لكن الله له القدرة التي لا نهاية لها لا منتهى لها. والله له العلم الذي لا منتهى له، والهيمنة التي لا منتهى لها، والإحاطة التي لا منتهى لها، والقدرة التي لا منتهى لها، وهكذا في جميع صفات الله عز وجل. وهو معنى قول أهل السنة: صفاته بالغة الجمال واحكم لها بذروة الكمال، واحكم لها بذروة الكمال. نعم. نعم، قبل ذلك قال: ونقول كما قال، يعني نقول كما قال القرآن. فلا بد أن تتفق أقوالنا في هذا الباب الغيبي مع ما قاله الله عز وجل في القرآن، لأنها أبواب غيبية لا مدخل للعقل ولا للاجتهاد ولا للرأي فيها. قوله رحمه الله: ونصفه بما وصف به نفسه، أي بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وكل ذلك تقدم الكلام عليه. قوله: لا نتعدى ذلك، أي لا نتجاوز في ذلك الباب الغيبي، أي لا نتجاوز في ذلك الباب الغيبي ما قرره لنا الدليل الصحيح الصريح. فنحن في هذا الباب الغيبي وغيره من أبواب العقيدة تبع للدليل. قوله: ولا يبلغه وصف الواصفين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما تكلف الواصفون وصفه، ومهما فكرت العقول في كيفية صفاته، فلن تستطيع أن تبلغ ولو عشرا، ولو جزءا من عشر معشار ما يستحقه عز وجل من الكمال المطلق. لأن العقول أعجز، حتى وإن فكرت العقول، وإن تقحمت العقول، وإن طمعت النفوس، وإن وصف الناس، حتى ولو تكلم أبلغ البلغاء في شيء من كيفيات صفات الله، وأشعر الشعراء نظم أبيات شعر يمدح الله عز وجل، فلن يستطيع أن يبلغ معشار مدحه، لأن الله عز وجل فوق ما يصفه الواصفون. لن يبلغ ولو عشر معشار ما يجب له عز وجل من الكمال، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قوله: ونؤمن بالقرآن كله. نعم، وهذا هو طريق الراسخين في العلم، فإنه طريق الهدى والحكمة والحق والنجاة. فالحذر الحذر من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالقرآن أنزله الله من فاتحته إلى ناسه حتى نؤمن به ونقر بما فيه، ونصدق بأخباره، ونمتثل أوامره، ونترك زواجره، ونأخذ العبرة والعظة من قصصه وأمثاله، ونأخذ العبرة والعظة من قصصه وأمثاله. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين به. فمن تمسك بهذا القرآن فقد أمسك بزمام النجاة والفلاح والصلاح والفوز. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نمشي نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن تمسك بهذا القرآن واستمسك واعتصم به ولم يتجاوزه وعظب النواجذ عليه، فهو في منعة وخير وهدى وفلاح وصلاح. وأما من تنكب عن طريقه وحاد عن صراطه وزاغ عن عقائده وإرشاداته وتعاليمه، فإنه في غيه وضلاله يعمه ويتردد. ومن هنا نأخذ قاعدة عظمى عند أهل السنة، وهي وجوب التمسك بالكتاب والسنة. لا منجى ولا ما خرج من الفتن إلا بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والأدلة ذكر شيء منها في أوائل هذا
الشرح ولله الحمد والمنة. نعم. نعم نعم. قوله قبل ذلك أظن قرأت مجموعة وفاتتني. قوله قبل ذلك: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. اعلم أن الله عز وجل وصف القرآن بالإحكام والتشابه، ولكن هذه الصفة تختلف، فوصفه بالإحكام العام والتشابه العام، ووصفه بالإحكام الخاص والتشابه الخاص. فالإحكام في القرآن قسمان: إحكام عام وإحكام خاص. والتشابه في القرآن قسمان: تشابه عام وتشابه إيش يا جماعة؟ خاص. إذا علم هذا فليعلم أن الإحكام العام هو بعينه التشابه العام، أي أنه محكم بمعنى متقن، ومتشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في أخباره، ويشبه بعضه بعضا في حكمه ومصالحه وتشريعاته، ويشبه بعضه بعضا في تصديقه لبعضه البعض. فلا يأمر في مكان وينهى في مكان، ولا يخبر في مكان ويكذب في مكان، فهو محكم بمعنى متقن. فإذا الإحكام العام الوارد في قوله عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته هو نفسه التشابه المذكور في قول الله عز وجل كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالإحكام العام هو بعينه التشابه العام، وهو بمعنى الإتقان والعظمة والهدى وقوة الدلالة إلى غير ذلك، محكم ومتقن. لكن المشكلة في الإحكام الخاص والتشابه الخاص المذكور في أول سورة آل عمران في صدرها: منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الإحكام هنا يختلف معناه عن الإحكام الأول، والتشابه هنا يختلف عن معناه في التشابه الأول. الإحكام الخاص بمعنى الوضوح والظهور وفهم المعنى. الإحكام الخاص معناه الفهم والوضوح والظهور، والتشابه الخاص معناه خفاء بعض المعاني، خفاء بعض الدلالات والإشارات. فالإحكام العام والتشابه العام ما فيها مشكلة ولله الحمد، لكن المشكلة التي أوقعت كثيرا من أهل البدع في حيصبيص هي التشابه الخاص والإحكام الخاص المذكور في آية آل عمران في صدرها. وقد قال أهل السنة إن الإحكام الخاص معناه الفهم، فهم المعنى، والتشابه الخاص معناه عدم فهم المعنى وخفاء المعنى وعدم ظهوره. إذا علم هذا فليعلم أن عندنا قاعدة، تقول القاعدة احفظوها: التشابه الخاص نسبي عرضي، التشابه الخاص نسبي عرضي. ما معنى قولنا نسبي؟ يعني قد يكون مشكلا عليك في معاني القرآن ما ليس بمشكل علي، وقد يكون مشكلا علي ما ليس بمشكل على العالم الفلاني، والناس يتفاوتون في فهم المعاني ودلالاتها، ليس كذلك؟ ربما آية تسمعها لا تستطيع بعقلك أن تفهم منها إلا فائدتين، بينما تعرض على عقل غيرك فيستنبط منها ألف فائدة، ألف فائدة يستنبطها من هذه الآية، أليس كذلك؟ طيب، ربما يشكل عليك بعض المعاني لا تشكل على غيرك. فإذا هي نسبية. وما معنى قولنا عارضي؟ الجواب أنه أمر يعرض للعقل ويزول بالتعلم، فهو ليس تشابها ذاتيا، بل هو تشابه عرضي يزول بالتعلم. فإذا أشكل عليكم شيء في القرآن وخفي عليكم مدلوله ومعناه، ثم سألتم أهل العلم عنه فأخبروكم به، أيبقى هذا التشابه أم يزول؟ الجواب: يزول هذا التشابه. إذن هو عرضي، عرض وزال، عرض وزال. لكن أقسم بالله ليس هناك تشابه عام يتفق الجميع عليه، عالمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم في القرآن، إلا في كيفيات نصوص الصفات وكيفيات حقائق اليوم الآخر، بس هذه خفية على الجميع ما يعلمها أحد.
ما يعلمها أحد. وإلا فالقرآن كله من أوله إلى آخره قد تكلم فيه العلماء وفسره المفسرون من أوله إلى آخره. يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها، حتى ألف لام راء طاسيم ميم حاميم، نحن نقول القول الصحيح الله أعلم بمرادها، لكن تكلم العلماء فيها، فهي خفيت علينا ولكنها لم تخفى على من تكلم فيها. إلا في نصوص الأسماء، في نصوص الصفات، في كيفياتها، انتبهوا، في كيفيات فقط ليس في المعاني، في كيفيات نصوص الصفات وفي كيفيات حقائق اليوم الآخر، هذه خفي على الجميع معناها ومراد الله عز وجل فيها. اختص الله عز وجل بإيش؟ بعلمها وتأويلها وحقيقتها، فلا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ما ندري عن حقيقة كيفيات صفات الله. فوجه الله عز وجل نعلمهم بالمعنى، ولكن كيفيته من اللي يعلمها؟ خافية على الجميع، عالمهم وجاهلهم، أولهم وآخرهم، نبيهم وأمميهم، كلها خافية عليهم لا يعلمها أحد. هذا هو التشابه الخاص العام فقط، فقط في هذا في هذه في هذه البابين، في أبواب الصفات كيفيات الصفات، لازم تقيد تقول في أبواب كيفيات الصفات وفي أبواب كيفيات حقائق اليوم الآخر. وأما ما عداه من القرآن فليس تشابهه عاما، أقصد تشابه الخاص الآن، ليس تشابهه الخاص عاما، بل هو تشابه نسبي يختلف بين طرف رجل وآخر، وعرضي أنه يعرض للعقل ويزول بالسؤال. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالسؤال في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، فهمتم هذا؟ ما فهمتم شيء؟ واضح؟ يلا سمها. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: ولا تزيد عنه صفة من صفاته لشفاعة. نعم، أي مهما قيل في حقنا بسبب إيماننا بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما قال أهل البدع في حقنا من الصفات الذميمة فلا يجعلنا تشنيعهم علينا نترك ماذا؟ نترك الإيمان بما أخبرنا الله عز وجل به. وإن من عادات أهل البدع والمخالفين للشرع أن يصفوا أهل الباطل أن يصفوا الحق وأهل الحق بالصفات المستهجنة من باب التنفير عنه والتزهيد في سلوكه. فلو أن أهل الباطل استمعوا لهم واستمعوا لتقبيحهم وتركوا الحق، فلو أن أهل الحق استمعوا لهم وتركوا الحق من أجل الشناعة التي شنعت لأفضى بهم ذلك إلى ترك الدين جملة وتفصيلا. ولذلك شنع أهل الباطل على الرسل فوصفوهم بالجنون والسحر والكذب، وأنه يعلمهم بشر، وأنهم لا يريدون إلا النساء والمال، وأنهم يكذبون. هل أدى ذلك بالرسل إلى ترك الحق الذي يعتقدونه؟ الجواب لا. وكذلك أهل البدع يصفون أهل السنة بصفات مختلفة، فالمرجئة يسموننا بالشكاك لأننا نجيز إن شاء الله أنا مؤمن، نجيز المشيئة في الإيمان، والمعطلة يسموننا بالمجسمة لأننا نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته، وعندهم من أثبت الأسماء والصفات فهو مجسم، والرافضة يسموننا بالناصبة لأننا ندين الله عز وجل بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم من أحب الصحابة فقد كره آل البيت، ومن كره آل البيت فهو ناصبي. يا رجل، أعوذ بالله، هل يفضي ذلك بأهل السنة أن يتركوا الحق الذي معهم؟ الجواب لا. إذن لا يجوز لنا معاشر أهل الحق بعد أن وفقنا الله وهدانا للحق أن نتركه من أجل شناعة شنعها جاهل صبي غر، ها، لا يفقه ما يقول، ولم يتربى على الأدب ولا على الحياء، ولا يعرف مقادير العلماء. لا يجوز لك أبدا أن تترك الحق الذي تعتقد أنه حقا من أجل إرضاء أحد، أو من أجل أن تحمي شخصيتك من أن تنقد، أو من أن تحفظ هيبتك من أن يخوض فيك الناس. انتبه من هذا، فإن ضريبة الحق أن يتكلم فيك. لو أنك اعتزلت بحقك في رأس جبل لسخر الله عز وجل لك من أهل الباطل من يأتيك ويؤذيك في هذا الجبل. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي إيش؟ عدوا من المجرمين.
فإذا كان أنبياء الله الذين هم أعظم أحبابه جعل لهم أعداء يؤذونهم، هذا سنة كونية، فكيف بأتباعهم؟ لا بد أن يصيب الأتباع كما أصاب المتبوعين، فلا بد أن يتفوخ في عرضك أهل الباطل. أولم يتفوخ في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوصفت عائشة، فتهمت عائشة بماذا؟ بأنها زانية، لأنه صاحب الحق صلى الله عليه وسلم، يريدون إسقاط حقه عليه الصلاة والسلام. ولا يزال أهل الباطل يصفون أهل الحق بالصفات التي تنفر الناس عن سلوك حقهم، فاحذر من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا نتعدى القرآن والحديث. نعم، لأنها أبواب غيبية لا يجوز أن نثبت فيها إلا ما أثبته القرآن والحديث. قوله والحديث، عندنا هنا قاعدة لابد من ذكرها، وهي أن أهل السنة يحتجون بخبر الواحد الصحيح في باب الاعتقاد، وهذا المذهب اختص به أهل السنة فقط، وإلا فعامة أهل البدع يردون أحاديث الآحاد في باب الصفات، في باب العقائد، فلا يقبلون في العقائد إلا المتواترات. أما أهل السنة فإنهم مجمعون على أن كل عقيدة ثبتت بخبر أحد صحيح فالواجب اعتقاد مدلولها والتسليم والإذعان لها. فإن قلت: وهل هناك صفات لله عز وجل ثبتت بخبر أحد؟ أقول: نعم، منها صفة الفرح، فلله فرح يليق بجلاله وعظمته، ونصه حديث أحد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لله أشد فرحا. ومنها صفة الملل، أيضا ثبتت بخبر أحد. ومنها صفة الأصابع، أيضا ثبتت بخبر أحد. ومنها صفة الضحك، أيضا ثبتت بخبر أحد. ومنها صفة الرجل والقدم، أيضا ثبتت بخبر أحد. ومنها صفة الساق، أيضا ثبتت بخبر أحد، إن لم نجعل قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق دليلا على إثبات الساق لله، على خلاف بين الصحابة في ذلك. فإذا لا شأن لنا بكونها متواترة أو أحد، إنما الذي يعنينا صحة النص وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت وصح ولم ينسخ فالواجب علينا أن نؤمن به وأن نعتمد مدلوله. وإن الذي يرى أهل البدع يقولون: نحن لا نقبل في العقائد إلا المتواترات، يظن أنهم حريصون على الاعتقاد، وهم والله لا يقصدون ذلك، وإنما يريدون عدم إثبات شيء من الأسماء والصفات. فأما المتواترات فقد ثبتت صفات كثيرة بأدلة متواترة، أين أنتم يا أهل البدع؟ ليش ما أثبتتموها؟ اليد ثبتت بأدلة متواترة، الوجه ثبتت بأدلة متواترة، ليش ما أثبتتموها؟ لكن القوم لا يريدون إثبات صفات، فهم قدروا على أحاديث الآحاد فردوها سندا ومعنا، ولكن المتواترات لو ردوها والآيات لو نقضوها لكشف أمرهم، فقالوا: أثبتوها لأنها متواترة، أثبتوها لفظا وحرفوا دلالتها معنا. فإذا القوم ليسوا يقصدون الاحتياط في أمر العقائد، وإنما يقصدون عدم إثبات شيء من الصفات. فالأحاد قدروا عليه سندا ومتنا، والمتواتر قدروا عليه متنا فردوا دلالته الصحيحة، وأقحموا بدل الدلالة الصحيحة دلالات فاسدة، ولم يستطيعوا أن يردوه سندا، لأن القرآن كله متواتر، فلا يخدعنكم ذلك. ولذلك يجوز لك أن تمتحن الإنسان إذا تشك فيه، تقول له: هل أنت ممن يحتج بخبر الواحد في العقيدة أم لا؟ إن قال نعم فهو سني سلفي، وإن قال لا فهو مبتدع ضال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا. الكنه هو الصفة، أي لا نعلم كيفية المنقول لنا في هذه الأدلة، لأنها تتكلم عن أمر غيبي لا حظ لعقولنا في إدراكه على ما هو عليه في الواقع، وهذا بإجماع أهل السنة أننا لا نتكلم في شيء من كيفيات صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. يعني لو لم يأتي حديث عن الرسول أو أن القرآن أثبت هذه الصفة لما كان لعقولنا أن تهتدي لإثبات هذه الصفة لله عز وجل، أي لو لم ترد الأدلة من الكتاب والسنة في إثباتها
لما كان لعقولنا مطمع في وطريق في إثباتها لأنها من الغيب. مسألة، لو سألكم سائل وقال هل للعقول مدخل في إثبات الصفات؟ هل انتبه، هل للعقول مدخل في إثبات الصفات؟ الجواب تقول له مدخل في بعضها تبعا لا استقلالا، له مدخل في بعضها تبعا لا استقلالا. من يشرح لي هذه اللفظة؟ له مدخل في بعضها تبعا لا استقلالا. يعني فلا نجعله هو أصل الدليل في إثبات هذه الصفة. يتضح هذا الكلام بقولي قاعدة: صفات الله عز وجل خبرية محضة وخبرية وللعقل فيها مجال. صفات الله عز وجل إما خبرية محضة وإما خبرية وللعقل فيها مجال، وللعقل فيها مجال. يعني أن هناك من الصفات ما لا يستطيع العقل إثبات شيء منها لا تبعا ولا استقلالا، لأن ما بدأ إثباتها هو النص فقط. كصفة الوجه ما للعقل فيها مدخل، صفة اليد ما للعقل فيها مدخل، صفة الأصابع ما للعقل فيها مدخل، صفة الملل ما للعقل فيها مدخل. فهذه صفات لا مدخل للعقل فيها لا تبعا ولا استقلالا، ولكن هناك بعض الصفات نستطيع أصل إثباتنا لها هو النص، أصل إثباتنا لها هو النص، ولكن للعقل فيها مجال. ولذلك نقول أحيانا علو الله دل عليه النقل وإيش؟ والعقل، أليس كذلك؟ علم الله دل عليه النقل والعقل، رحمة الله دل عليها النقل والعقل، غضب الله دل عليه النقل والعقل، قوة الله قدرة الله دل عليها النقل والعقل. فإذا هناك من الصفات ما لا مدخل للعقل فيه مطلقا، وهي التي تسمى بالصفات الخبرية المحضة، وهناك من الصفات ما هي خبرية بالأصالة ولكن العقل تبع للنقل في إثباتها فلا حرج، فلا حرج. فهمتم هذا؟ إذا قولنا لا مدخل للعقل في إثبات الصفات، أي مدخل نعني؟ المدخل الاستقلالي الابتدائي، للمدخل التبعي، للمدخل التبعي. فالعقل لا حق له أن يثبت شيئا من الصفات ابتداء، ولكن للعقل حق في بعض الصفات أن يكون مؤيدا للنص. أضرب لكم مثالا بسيطا، أضرب مثال بسيط: العلم أصل إثباته النصوص المتواترة من الكتاب والسنة، لكن هل للعقل فيه مجال؟ الجواب نعم. كيف؟ من وجهين: العلم لو لم يوصف الله به لوجب أن يوصف بنقيضه، ونقيضه الجهل، والجهل لا يجوز على الله، إذن يجب أن نثبت العلم له، هذا دليل عقلي، لأن صفتي النقيض لا ترتفعان ولا تجتمعان. وجه ثاني، وهي أن العلم في المخلوق كمال لا نقص فيه، الإنسان العالم من المخلوقين أكمل من الإنسان الجاهل، بل يا أخي الكلب، الكلب المعلم أكمل من الكلب الجاهل، أحل الله عز وجل صيد كلب المعلم. فالعلم كمال حتى في الحيوانات، حتى في الحيوانات كمال. فإذا العلم باعتبار ذاته كمال، من الذي أعطى المخلوق هذا الكمال؟ أجيبوا يا إخوان، الله. فمعطي الكمال أولى بالكمال، هذا استدلال إيش؟ عقلي، لكن ليس هو العمدة في إثبات صفة العلم، بل هو استدلال تبعي. فإذا أعيدها مرة أخرى: هل للعقل مدخل في إثبات الصفات؟ الجواب ها، ليس له مدخل استقلالي ابتدائي، ولكن له مدخل تبعي ثانوي، ولعل هذه واضحة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عنه، صح، واصل واصل واصل. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير كلام.
من غير تعرض لتأويله، العلماء لا يرضون بهذا الإطلاق، لكننا نحمل كلام الإمام ابن قدامة على نفي التأويل الباطل الذي اتفق السلف على بطلانه، وهو المرادف ليش؟ للتحريف. التأويل المرادف للتحريف، وهو الانصراف عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر بلا قرينة تدل على هذا الانصراف. نعم. نعم، بل ولا فلاح لأواخر هذه الأمة إلا إذا اقتفوا آثار من سلف. انتبه، إذا كنت تريد النجاة كما نجا الأوائل فعليك أن تسلك سبيلهم وأن تقتفي آثارهم، وإياك أن تشاققهم. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ها ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة في الدرجة الأولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فمن اتبع غير سبيلهم في فهم مسائل العقيدة فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بهذا العقاب. ويقول الله عز وجل مزكيا للسلف الأوائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآيات. ويقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فهل يرضى عن قوم مبتدعة؟ الجواب: بل لا يرضى عن قوم إلا وقد حققوا في العلم والصلاح منتهى. فلا صلاح لنا ولا فلاح إلا أن نترسم آثارهم وألا نفهم الأدلة على غير فهمهم. يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يا الله، شوف كيف. فإن آمنوا أي المتأخرون بمثل ما آمنتم به أي المتقدمون فقد اهتدوا، كما اهتديتم، يعني كما اهتديتم. يفهم من هذا أنهم إن تنكبوا عن صراطكم فإنهم سيضلون. ويقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من صحابتي أيضا يدعون الله على بصيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. هذه خيرية الدين، خير الناس في دينهم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد اتفق السلف الصالح من التابعين وتابعيهم أنه لا يجوز أن تفهم أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق بالعقائد على غير فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى، بل وقد دل العقل على ذلك، فإنهم قوم تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أكمل الأمة عقولا وأعمقها علما وأكملها إيمانا وأعرفها بمقاصد الشريعة وأعرفهم بما يجوز وما لا يجوز على الله عز وجل، فلا يمكن أن يأتي من بعدهم بعلم لم يعلموه ولا بهدي لم يهتدوا به. بل عندنا قاعدتان تقول: كل عقيدة لا يعرفها الصحابة فهي باطلة. القاعدة الثانية: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. لا يمكن أبدا أن تخفى عليهم شيء من العبادات أو العقائد فيعرفها من بعدهم، هذا لا يمكن أبدا لمن قدر الصحابة حق قدرهم. نعم. وأخبرنا وحذرنا وأخبرنا ها؟ وأخبرنا أنها من الضلالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، والأدلة حذرت من البدع، وعندنا قواعد في البدع احفظوها وخذوها بتفصيل يسير. القاعدة الأولى: كل بدعة في الدين فهي ضلالة، وبرهان هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فيدخل في ذلك البدع العقدية والعملية والقولية، ولا يشذ عن عموم هذه الكلية المطلقة أي شيء من البدع. القاعدة الثانية: الدين كامل
وهذه من القواعد التي يجب على المسلم أن يملأ بها قلبه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين أكمله الله عز وجل ولم يوكل إكماله لا لزيد ولا لعمر ولا لعبيد. فكل ما أحدثه المتأخرون مما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيء أحدثوه وبدعة ابتكروها من عند أنفسهم. القاعدة الثالثة: المبتدع مستدرك على الله ورسوله وشرعه. المبتدع مستدرك على الله ورسوله وشريعته، لأنه يرى أن الدين لم يكمل بعد وأنه محتاج في تكميله إلى هذه البدعة. ولله در أبي ذر لما قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به النعمة وأتم به الدين. وأعظم ما كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على بيانه هي مسائل العقائد، هي مسائل العقائد. جلس 13 عاما في مكة، أعظم اهتماماته تقرير مسائل العقائد. ولما هاجر لا يزال مجتهدا صلى الله عليه وسلم في تقرير مسائل العقائد، لم يترك شيئا من العقائد ملغزا ولا ملتبسا ولا مستوحشا ولا خافيا. جميع العقائد قد بينها البيان الشافي الكافي القاطع للعذر الذي تقوم به الحجة. أفيتصور يا رجل أن يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على بيان آداب الجماع وبيان آداب الغائط والخلاء ويترك بيان العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلمون في ربهم؟ أو يتصور هذا؟ هذا لا يتصوره إلا قلب خلى عن تعظيم رسول الله واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح أو بالتقصير في البيان. فالذي بيّن هذه الآداب الثانوية لا جرم أنه بيّن ما يجب اعتقاده في الله عز وجل. قاعدة: لا بدعة حسنة في الدين، لا بدعة حسنة في الدين. فجميع البدع كلها قبيحة، فكل العلماء الذين أثبتوا البدعة الحسنة خالفوا الحق والصواب في هذه المسألة غفر الله لهم. فليس في الدين شيء يسمى بدعة حسنة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فإنما يقصد بها البدعة بالمعنى اللغوي لا البدعة بالمعنى الشرعي الاصطلاحي. وليس هناك دليل يستدل به هؤلاء على تحسين شيء من البدع إلا وقد أجاب عنه أهل السنة والجماعة، ولا نريد الإطالة في ذلك. هل المبتدع يكفر؟ الجواب: قسم العلماء البدعة إلى قسمين، إلى بدعة مكفرة مخرجة عن الملة وإلى بدعة مفسقة. فصاحب البدعة المكفرة يعامل معاملة الكفرة، وصاحب البدعة المفسقة يعامل معاملة عصاة الموحدين ويزاد في تغليظه وزجره والتشديد عليه بإجماع أهل السنة. فإن قلت أيهما أحب إلى إبليس ولماذا، البدعة أم المعصية؟ الجواب: بل البدعة أحب إلى إبليس وأرغب له في إيقاع بني آدم فيها من المعصية. قالوا: لأن المبتدع لا يتوب من بدعته غالبا، لأنه يقدم عليها وهو يرى أنها حسنة يتعبد الله عز وجل بها. وأما العاصي فإنه يقدم عليها وقلبه ممتلئ بخوف الله، من خوف الله عز وجل، بعض العصاة أقصد، ولذلك قبحها قائم في قلبه. وأما المبتدع فإن حسن بدعته ومعصيته ومخالفته قائم حسنها في قلبه، فكيف يتوب منها؟ فكيف يتوب منها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أوتيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كلام المعنى بحيث وقف القوم بينهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أرى.
على من لا يسعه وسعهم. وهكذا من لم يسعهما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم بإحسان والائمه من بعدهم والراسخين للعلم من تلاوه ايات الصفات وقراءه اخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم نعم، هذه النصوص والنقول عن السلف فيها جمل من الفوائد. الفائدة الأولى وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع في مسائل الدين كله، لا سيما في الأبواب العقدية الغيبية. الفائدة الثانية أن النية الحسنة لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فإن من الناس من يقدم على استفصال شيء من أمور الغيب بنية صادقة وهي نية التعلم، لكن نيته الحسنة وافقت تنطعا في التعلم، وافقت وسيلة باطلة، فيقال له حتى وإن كانت نيتك حسنة فإن النية الحسنة لا يجوز أن تكون وسيلة لإيقاعك فيما لا تحمد عقباه أبدا. ومما يستفاد مما قالوه أن كل ما لا يعرفه الصحابة من العقائد والعمل فإنه باطل، وهذه كلية احفظوها وفقكم الله. كل ما لا يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من العقائد والعمل فإنه باطل. ومن فوائدها وجوب السكوت عما سكت عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سكتوا عن طلب الكيف في صفات الله، ليس كذلك؟ فقد كانوا يسمعون ينزل ربنا، ويسمعون ويبقى وجه ربك، ويسمعون بين أصبعين من أصابع الرحمن. هل وسعهم أن يسكتوا عن طلب الكيف؟ هل وسعهم أن يسكتوا عن طلب الكيف؟ الجواب نعم، سكتوا عن الكيف ووسعهم ذلك، فالواجب على من بعدهم أن يسعهم ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تتنطع وأن تدس أنفك في استكشاف أمور أنت لا طاقة لك على حملها ولا طريقة لك على اكتشافها. ومنها أن من دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل بهذه الضلالة من بعده، فإياك أن تكون مفتاح شر مغلاق خير، إياك أن تفعل ذلك، لأنك سوف تبوء بإثمك ووزرك وتبوء بوزر من اتبعك في هذه الضلالة. ومنها أن زخارف الأقوال لا تغني أصحابها شيئا، فلا تعتبر زخارف الأقوال من البراهين التي تدل على صدق الدعوة، فإن الدعوة حتى وإن زخرفت بالقول فإنها تبقى دعوة تحتاج إلى برهان يسندها وإلى دليل يعضدها، فإياك وزخارف الأقوال، لأن من الناس من يغتر بزخارف الأقوال من السجع والبلاغة والفصاحة. وقد آتى الله عز وجل بعض أهل البدع بلاغة عجيبة، آتى الله عز وجل أهل البدع بعض أهل البدع بلاغة عجيبة، يبكيك يا رجل وهو يتكلم عن بدعة، يبكيك، أسلوبه جميل ولا أريد أن أسمي لكم طرفا من ذلك، أسلوبه جميل، أسلوبه يجذب من أمامه، أمامه يبكون وهو يتكلم في بدعة، فهذا يزخرف قوله، يزخرف بدعته. فزخارف الأقوال كما بيّن الأوزاعي يقول وإياك وزخارف الأقوال، وإياك والأقوال الباطلة وإن زخرفوها. قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك لو جاءك أهل الباطل بالباطل صراحة نقيا لردته نفسك، لكنهم يحيطونه بهالة من الأقوال الحسنة والزخارف التي تجعله مقبولا أمامك، فإياك وزخارف الأقوال، إياك وزخارف الأقوال. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاعر بليغ فصيح فصار يمدح قبيلته وكأنه يهجو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني أن هذا الرجل أوتي بيانا وفصاحة ولكنه استغلها في غير الحق. فطوبى لمن آتاه الله بلاغة وفصاحة فاستغلها في تقرير الحق وإبطال الباطل. ومن فوائدها أن العبرة في الدعاوى بمضمونها لا بشعاراتها، هذه فائدة عظيمة وهي قاعدة احفظوها يا طلبة العلم، العبرة في الدعاوى بالحقائق والمضمون لا بمجرد الشعارات والرايات والبيارق التي ترفع،
لا يدغدغن مشاعركم هؤلاء ببعض الألفاظ والشعارات التي بعض البهارات التي يذرونها على باطلهم. ولذلك أهل الباطل يجعلون هذا السلاح مستخدما في كثير من أحوالهم، فتجد أن الشيعة يسمون أنفسهم محبو أهل البيت. فالعبرة ليست بالدعاوى، العبرة بالحقيقة والمضمون. وتجد أن المعتزلة وتجد أن بعض الجماعات البدعية يسمون أنفسهم بجماعة الهجرة أو بجماعة الإخوان المسلمين أو بجماعة التبليغ أو بغيرها من الأسماء المدغدغة لمشاعر أنصاف المثقفين والعوام والجهال. فيأتي أهل السنة ويقولون: يا أخي انتبه، العبرة ليست بالرايات والشعارات، أعطني أصولك التي تنطلق منها، أعطني مضمون دعوتك التي تريد تحقيقها في واقع الناس، أعطني قواعد مذهبك، ثم أقيس على الكتاب والسنة، فإن كانت باطلة فهي باطلة، وإن ذررت الزخرف عليها ذرا، وإن كانت حقا فإنها حق وإن جردته من أي زخرف. فإذا إياكم أن تجعلوا مبدأ قبول تلك الدعاوى أو ردها ما يحيط بها من الهالة والزخارف، وإنما انظروا في حقائقها وانظروا في معانيها ومضمونها، فإن رأيتموها متفقة مع الحق فاقبلوها، وإن رأيتموها مخالفة له فردوها. يا زين كلام السلف. ومن فوائدها أيضا أن أس البلاء عند الخلف هو مخالفة ما كان عليه السلف، أن أس وأصل البلاغ البلاء والطامة التي وقع فيها الخلف سواء في العقائد أو الأعمال هي باختصار مخالفة هدي السلف. ولذلك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. فاحذروا من تلك الدعاوى التي تريد أن تفصل فهم أواخر الأمة عن فهم أوائلها، وأن تفصل دين وهموم أواخر الأمة عن دين وهموم أوائلها. انتبهوا، يا يغرنكم تلك الدعاوى الفجة: نحن رجال وهم رجال، لهم عقول ولنا عقول، لهم أفهام ولنا أفهام، لم تحاسبوننا بأفهام قوم قد ماتوا وشبع الدود من لحمهم وعظمهم. كل هذه الدعاوى تريد أن تدخل الباطل على الأمة. ففهم السلف والتزام الخلف بهدي سلفهم حزام أمان من الوقوع في البدع والوقوع في المخالفات. والله العظيم سياج سياج يحفظ الأمة في عقائدها وشرائعها، لكن متى من كسر هذا السياج فسوف يدخل المبتدع ببدعته، وسوف يدخل الضال بضلاله، ولا نستطيع أن ندفعهم عن ديننا وعقائدنا وشريعتنا ونصوص وحينا. لماذا؟ لأننا كسرنا ذلك السياج الذي يكون حاميا للأدلة. يا إخواني، نصيحة لوجه الله: احفظوا الكتاب والسنة بحفظ فهم السلف فيها. انتبهوا، ترى القرآن حمال وجوه، يستطيع المشرك أن يستدل بالقرآن على شركه، ويستطيع المبتدع أن يستدل على البدعة بالقرآن. أضرب لكم مثالين، مثالين: الكفار من الصوفية الغلاة الذين يذبحون ويدعون للقبور والأولياء ويستغيثون بهم في تفريج الكربات وتنفيذ يستدلون على هذه الأفعال بالقرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفت كيف؟ لو لم نربط القرآن والسنة بفهم السلف الصالح والله لدخل علينا أهل البدع والشرك بشركهم وبدعهم. بل إن رجلا حجني وكان يدعو، يعني أنه يجيز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحجني بالقرآن، قال: يقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذا المجيء مطلق، لم يقيد لا بمجيء في حياة ولا بمجيء في ممات. كيف ترد عليه؟ ترد عليه بفهم السلف، أن السلف سمعوا تلك الآية ولا ما سمعوها؟ سمعوها. هل فهموا منها جواز المجيء له بعد مماته؟ الجواب لا، بإجماعهم كانت تصيبهم المصائب والقحط والحروب وتحل عليهم النكبات، وليس بينهم وبين قبره إلا بضع خطوات، ومع ذلك لم يكن أحد منهم يتكلف أن يأتي إلى قبره فيدعوه ويستغيث به من دون الله عز وجل. فهم السلف مهم جدا للمحافظة على أدلة الكتاب والسنة. متى من فك الكتاب والسنة عن فهم السلف، ترى اعرف أنك الآن تسعى في تقويض الكتاب والسنة. اربط الأمة دائما بفهم السلف. طوبى للداعية إذا حرض الناس على فهم السلف، ربط الناس بماذا؟ بفهم السلف. فالأمة حاضرها إذا لم يربط بماضيها ضاعت. ولذلك القاعدة عند المستشرقين تعرفونها:
إذا أردت أن تهلك أمة فأهلك تاريخها. هذه قاعدة عظيمة ذي. إذا أردت أن تهلك أمة فأهلك تاريخها. فإذا فمتى ما فكت عقولنا وفهمنا عن فهم السلف وعقولهم وفهمهم فاعرف أن تاريخنا الآن قد زال، فاعرف أن علينا السلام، خلاص انتهينا انتهينا. فإذا أردت أن تهلك أمة فأهلك تاريخ، افصلها عن تاريخها، أنشئ لها تاريخا مزور، أنشئ لها تاريخا جديدا، ضع فيه ما تشاء، لكن هذه الكتب التاريخية حاول أن تبعدها. وهو الذي يسعى له الليبراليون والعلمانيون الآن في خصخصة كتب التاريخ وإدخال التاريخ الحديث بدل إيش؟ التاريخ القديم. هو سعي حثيث لإهلاك الأمة وإخراجها عن هويتها ونسيان ماضيها التليد العزيز الذي به عزت وبه استقامت أمورها وبها رفرفت راياتها ودخلت جيوشها الفاتحة في مشارق الأرض ومغاربها. فهم يريدون ربط الأمة بتاريخ دول المعاصرة فقط، ونحن لا نرفض تعلم التاريخ الدول المعاصرة، لكن نرفض ماذا يجمعه؟ إلغاء تاريخ الأمة. ولذلك طوبى لمن درس الناس السنة السيرة النبوية، طوبى لمن درس الناس سيرة الخلفاء الراشدين، سيرة الصحابة، سيرة التابعين. الله المستعان. تذكرون كتاب كنا ندرس السابق سور من حيث الصحابة ولا لا؟ ألغي هذا الكتاب، ألغي ألغي هذا الكتاب جملة وتفصيلا، مع أنه كان مادة قراءة يعني ما نختبر فيه، لكنه كان من جملة مواد الاطلاع. لكنهم يريدون أن يفصل الأمة عن تاريخها، لأن الأمة متى ما كانت ملتزمة بتاريخها فوالله لو هددوها بالأسلحة النارية والقنابل العنقودية ولو أفسدوها فالأمة في خير ما دامت ملتزمة بتاريخها. لكن متى ما انفك التاريخ عنا وابعدنا عنه وأشغلنا من ها هنا وها هنا حينئذ هلكنا. الله يعين. ومنها من فوائد هذا أن من ضل في العقيدة، أن كلام السلف يدل على أن من ضل في العقيدة فهو فسبب ضلاله إما إفراط أو تفريط. فالإفراط والتفريط طرفا نقيض، وطريق الحق الوسط بينهما، وكذلك جعلناكم أمة وسط. فلو أنك سبرت عقائد الناس والفرق ومذاهبهم لوجدتها إما عقيدة غلوا فيها وإما عقيدة فرطوا فيها. هذا أغلب سبب الضلال، إما غلو وإفراط وإما جفاء وتفريط، وطريق الحق بينهما لأهل السنة. فالسنة وسط بين الممثلة والمعطلة في باب الصفات، ووسط بين القدرية والجبرية في باب القدر، ووسط بين المرجئة والوعيدية في باب أسماء الأحكام والدين، ووسط بين الخوارج والروافض في الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد عقيدة من العقائد يقررها أهل السنة إلا وهم وسط فيها بين فرقة غلت وفرقة فرطت. يلا اقرأ. نعم. ما مضى تقريره من هذه العقيدة كله تقرير أصول، الآن نبدأ في تقرير الفروع إلى آخر الكتاب إن شاء الله. تقرير فروع، تقرير فروع يعني صفة وإثبات وإثبات وصفة وإثباتها فقط، أما الأصول فقد انتهينا منها ولله الحمد والمنة. نعم يا أستاذي. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك. نعم. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، ووجه الله وإن اتفق مع وجوه المخلوقين في مجرد الاسم فإن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وقد اتفق أهل السنة أن وجه الله من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه أزلا وأبدا. فإن قلت وهل آمن به أهل البدع فأقول لم يؤمنوا به. فإن قلت وماذا قالوا فيه أقول قد حرفوه إلى الذات، فقالوا ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك. فإن قلت وكيف ترد عليهم فأقول اعلموا أن القاعدة في الردود عندنا أن هناك في كل تحريف ثلاثة ردود لا تختلف. جميع ما حرفه أهل البدع
كل ما حرفه أهل البدع فإننا نجيب عنه بثلاثة أجوبة، احفظوها يا جماعة. جميع التحريفات سواء تحريف الوجه أو تحريف اليدين هذه ثلاثة أجوبة لا تختلف مطلقا، وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل. قل فمن ذا سوغه. إذن الجواب الأول أن فهمكم هذا وتحريفكم خلاف لفهم السلف. السلف ما كانوا يفهمون هذا الفهم، فالسلف كانوا يفهمون من وجه الله أنه الوجه الحقيقي اللائق به عز وجل. والأمر الثاني أنه خلاف اللغة، فاللغة لم تعبر عن الوجه بالذات، والقرآن نزل باللسان العربي، والجواب الثالث أنه ليس عليه دليل. فانتقالكم من ظاهر النص إلى معنى آخر ليس عليه دليل، والانتقال إذا كان بلا دليل فهو تحريف. نعم اقرأ. وقوله سبحانه في شيء؟ الأبيات؟ الأبيات عندك في الرجوزة حقت. بل يداه مبسوطتان. أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله يدين اثنتين لائقتين بجلاله وعظمته لا تماثل يدي المخلوقين حتى وإن اتفقت معها في الاسم، لأن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. والمتقرر عند أهل السنة أن الصفة تختلف باختلاف موصوفها، وأن الإضافات تختلف باختلاف من أضيفت إليه. واعلم أن أهل السنة والجماعة مجمعون إجماعا قطعيا على أن كلتا يدي الله يمين في الخير والبذل والعطاء، ومجمعون كذلك على أن إحدى اليدين يمين في الاسم كذلك، فإحدى اليدين يمين في الخير ويمين في الاسم. وأجمع العلماء على أن اليد الأخرى يمين في الخير، ولكن هل هي يمين في الاسم أو شمال؟ تسميتها بالشمال هي التي اختلفوا فيها فقط، أما كونها اثنتين فهو بإجماع أهل السنة، أما كونهما يمين في الخير والبذل والعطاء فبإجماع أهل السنة، أما كون إحداهما يمين اسما فهي أيضا بإجماع أهل السنة. واليد الأخرى هل تسمى يمين أو تسمى شمال؟ في خلاف بين أهل السنة والجماعة، والمسألة في ذلك واسعة، يعني أن من اختار أنها شمال لا يبدع، ومن اختار أنها يمين لا يبدع. والصحيح عندي أيضا أنها يمين حتى في الاسم ولا تسمى شمالا. وخذوها قاعدة حديثية، كل حديث في إثبات اسم الشمال ليد الله عز وجل فهو ضعيف، حتى وإن رواه مسلم رحمه الله، فإن فيه عمر بن حفص وهو ضعيف، ولم يرويه مسلم في الأصول، وإنما رواه في الشواهد والمتابعات. فكل حديث يثبت اسم الشمال ليد الله الأخرى فهو ضعيف. فلذلك القول الصحيح عندي أن كلتا اليدين يمين في البذل والخير والعطاء، ويمين في الاسم كذلك، لقول الله عز وجل وكلتا يديه يمين. فإن قلت وهل آمن أهل البدع بصفة اليدين؟ فأقول لم يؤمنوا بها. فإن قلت وماذا قالوا فيها؟ قالوا إن المراد بها النعمة والقدرة. فإن قلت وكيف ترد عليهم؟ نقول بالردود الثلاثة المعروفة، أن فهمكم هذا خلاف فهم السلف وليس عليه دليل، وأنه خلاف اللغة، أنه خلاف اللغة. نعم. فلله نفس تليق بجلاله وعظمته، وهي وإن اتفقت مع نفس المخلوقين في مجرد الاسم، إلا أن المتقرر بإجماع العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وأجمع أهل السنة على أن نفس الله من صفاته الذاتية كيديه، الوجه من صفات الذات، واليدان من صفات الذات، والنفس أيضا من صفات الذات. نعم. وقوله سبحانه وجاء
أجمع أهل السنة على إثبات المجيء لله عز وجل يوم القيامة بهذه الآية، وأجمع أهل السنة رحمهم الله على أن المجيء من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. فإن قلت وهل آمن به أهل البدع؟ فأقول لا. فإن قلت وماذا قالوا فيه؟ فأقول حرفوه إلى مجيء الأمر، فقالوا وجاء أمر ربك. فإن قلت وكيف الرد عليهم؟ فأقول بالردود الثلاثة المعروفة، أنه خلاف فهم السابقين وخلاف اللغة وليس عليه دليل. نعم. أجمع أهل السنة على أن من صفات الله الإتيان يوم القيامة، فالله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء إتيانا يليق بجلاله وعظمته. وأجمع أهل السنة على أن صفة الإتيان من صفات الفعل. فإن قلت وهل آمن بها أهل البدع؟ فأقول لم يؤمنوا بها. فإن قلت وإلى أي شيء حرفوها؟ فأقول إلى إتيان أمره، يأتي أمره، يأتي أمره. فإن قلت وكيف الرد عليهم؟ فأقول بالردود الثلاثة المعروفة، أنه خلاف فهم السابقين وخلاف اللغة وليس عليه دليل. ما شاء الله. ماشي. وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه. أجمع أهل السنة على إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فلله رضا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه رضا المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير عز وجل. وأجمع أهل السنة على أن رضا الله من صفات أفعاله، من صفات أفعاله. فإن قلت وهل آمن به أهل البدع؟ فأقول لم يؤمنوا به. فإن قلت وإلى أي شيء حرفوه؟ فأقول حرفوه إلى إرادة الخير والإحسان. فرضا الله يقصد بها عندهم إرادة الخير والإحسان بمن رضي عنه. فإن قلت وهل هذا حق؟ فأقول لا. فإن قلت وكيف تجيب عنه؟ فأقول بالثلاثة الأجوبة المعروفة، أنه خلاف فهم السابقين وخلاف اللغة وليس عليه دليل. روح. أجمع أهل السنة على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فالله يحب ويحب، ومحبته التي يثبتها أهل السنة له ليست كمحبة المخلوقين وإن اتفقت معها في الاسم، لأن المتقرر بالإجماع أن الصفة تختلف باختلاف موصوفها، فإن أضيفت إلى الله صارت لائقة بكماله وعز جلاله، وإن أضيفت إلى المخلوق فإنها تكون مناسبة ولا بحاله وضعفه. وأجمع أهل السنة على أنها من صفات أفعاله، فالله عز وجل يحب من شاء ويبغض من شاء. نعم. وقوله بالكفار غضب الله عليهم. أجمع أهل السنة على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، فلله غضب يليق بجلاله وعظمته، ليس كغضب المخلوقين حتى وإن اتفق معه في الاسم، لأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والكيفيات. وأجمع أهل السنة على أن غضب الله من صفات أفعاله، فهو يغضب على من شاء ويرضى عن من شاء. فإن قلت وهل آمن به أهل البدع؟ فأقول لا. فإن قلت وإلى أي شيء حرفوه؟ فأقول إلى إرادة الانتقام، فحرفوا غضب الله إلى إرادة الانتقام. فإن قلت وكيف تجيب عن ذلك؟ فأقول بالأجوبة الثلاثة المعروفة، التي هي خلاف فهم، أنا أكررها عشان تحفظونها، خلاف فهم السابقين، خلاف اللغة ليس عليه دليل. وقوله اتبعوا ما أسخط الله. أجمع أهل السنة على أن لله سخطا يليق بجلاله وعظمته، وهو وإن اتفق مع سخط المخلوقين في مجرد الاسم، إلا أن سخط الله عز وجل لا يماثله شيء من سخط مخلوقاته، فنثبت لله عز وجل السخط على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع، وهو السميع البصير. وأجمع أهل السنة على أن صفة السخط من صفات، من صفات أفعاله عز وجل. نعم. وقوله كره الله انبعاثه. أجمع أهل السنة على أن لله كراهية تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق وإن كان له كراهية إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. واسمحوا لي عن تكرار هذا
القواعد أنا أريد حتى تتجربها، حتى يعني تتعود عليها عقولكم وتندرج عليها ألسنتكم. وأجمع العلماء من أهل السنة على أن صفة الكراهية الثابتة لله عز وجل إنما هي من صفات أفعاله تبارك وتعالى. والسخط والكراهية كلها حرفها أهل البدع لإرادة الانتقام، وهذا يجاب عنه بالأجوبة الثلاثة السابق ذكرها، والله تبارك أعلى وأعلم. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. اعلم رحمك الله أن أهل السنة يؤمنون إيمانا جازما قاطعا خاليا من الزلل والريب والشك أن لله نزولا في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا يليق بجلاله وعظمته، وهو وإن اتفق مع نزول المخلوقين في الاسم إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات كما تقرر عند العلماء رحمنا الله وإياهم. فإن قلت: وهل هي من صفات الذات أو صفات الفعل؟ الجواب: هي من صفات الأفعال بإجماع أهل السنة. فإن قلت: وهل إذا نزل الله يخلو العرش منه؟ الجواب: لا يجوز لنا أن نتكلم في ذلك لا نفيا ولا إثباتا، لا يجوز لنا أن نتكلم في ذلك، لأن الدليل أثبت أنه ينزل ولم يثبت أنه يخلو العرش منه. وأكثر أهل السنة والجماعة رحمهم الله يقولون بأنه ينزل والعرش لا يخلو منه، لأن السماوات والأرض ليست بشيء عند الله عز وجل أصلا. ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، والعرش مثل ذلك، والله عز وجل لا يقدر قدره إلا هو. فأي شيء تكون عنده السماوات والأرض حتى يستلزم نزوله إليها خلو عرشه منه؟ ليست بشيء أصلا. فاستواءه على العرش ثبتت بيقين، ونزوله ثبت بيقين، واجتماعهما وإن كان يتعارض في حق المخلوقين فليس كل شيء تعارض في حق المخلوقين يلزم أن يتعارض في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى. فإن قلت: وهل آمن بها أهل البدع؟ فأقول: لم يؤمنوا بها. فإن قلت: وإلى أي شيء حرفوها؟ فأقول: حرفوها إلى ثلاث تحريفات. قالوا: ينزل ملك من ملائكته، ينزل رحمته، ينزل أمره. فإن قلت: وهل هذا حق؟ فأقول: بل هذا هو عين الباطل والضلال. فإن قلت: وكيف تجيب عن هذا؟ فأقول بالأجوبة الثلاثة المعروفة أن تحريفهم هذا خلاف فهم السابقين وخلاف اللغة ولا دليل عليه. نعم. أجمع أهل السنة على أن لله عجبا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل عجب المخلوقين. أجمع أهل السنة رحمهم الله على أن لله عجبا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل عجب المخلوقين. ولكن لا بد أن ننتبه إلى مسألة، انتبهوا، وهي أن العجب له في لغة العرب سببان. العجب له في لغة العرب سببان. إن العجب في لغة العرب له سببان. السبب الأول: عجب سببه خفاء أسباب المتعجب منه، فهذا نقص لا يليق بالله عز وجل ولا بد أن ينزه الله عنه. فالعجب الذي يكون سببه خفاء أسباب المتعجب، وهو الذي يقول عنه العامة إذا عرف السبب بطل العجب، هذا لا يليق بالله عز وجل لأنه نقص. فإن قلت: وما النقص فيه؟ فأقول الجواب: لأنه لم يتعجب إلا لخفاء شيء عليه. وهل يخفى على الله عز وجل شيء حتى إذا بان له زال عجبه؟ الجواب: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أحيانا قد يكون طالب بليد يرسب كثيرا، ثم رأيناه في سنة من السنوات نجح بالمعدل الكامل، أولا نتعجب؟ ما سبب عجبنا هذا؟ لا ندري عن السبب، لكن عرفنا أنه اشترى الأسئلة من المدرس، أو عرفنا أنه غش في الاختبار، يزول عجبنا حينئذ، أليس كذلك؟ طيب، مثال آخر: لو أننا نعلم عن فقير أنه لا يملك ريالا واحدا ولا يملك حتى الدباب هذا، ايش يسمونه عندكم يا الدباب هذا؟ مستكل، إيه.
ففوجئنا أن عند بابه يوما من الأيام أفخم سيارة وجدت على وجه الأرض، فقلنا ربما هذا ضيف حل عليه أو تاجر يريد التصدق عليه، فخرج علينا وهو يلعب بالمفتاح فيقول هذه سيارتي، فكل أهل الحي سيتعجبون ليس كذلك؟ هذا رجل ليس عنده من المال شيء، فكيف تأتي هذه السيارة؟ ما سبب عجبنا؟ خفاء السبب الذي به تملك هذه السيارة. فقال لنا والله ذهبت إلى أمير من الأمراء أو إلى تاجر من التجار أو إلى صاحب معرض فبكيت عنده وقبلت قدمه وأعطاني السيارة. انتهى العجب أليس كذلك؟ انتهى العجب. هذا العجب هل يجوز على الله؟ أجيبوا يا أخوان، جواب لا. لما؟ لأنه يتضمن نقص علم المخلوق، هذا دليل على نقص علم المخلوق ونقص إحاطة المخلوق. أما الله عز وجل فلا يصيبه شيء من ذلك البتة. لكن العجب الثاني هو الصحيح، وهو خروج الشيء عن حكم نظائره، خروج الشيء عن حكم نظائره، فيأتيك شيء أشياء نظائر لها حكم واحد، ومنها ينفرد فرد من أفرادها بحكم خاص، فالله يتعجب من انفراده. هو يعلم أسباب انفراده ولا يخفى عليه الأسباب، لكنه يتعجب من خروجه. هذا تفسير للعجب بالمعنى. فالعجب الذي يثبته أهل السنة هو العجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره، وليس العجب الذي معناه خفاء أسباب المتعجب منه. فانتبهوا وفقكم الله. هل هذا كلام في الكيفية؟ الجواب لا، هذا كلام في المعنى، وأهل السنة يتكلمون في المعاني. ولكن الشيخ ابن قدامة استدل على صفة العجب بحديث فيه ضعف، وهو حديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وهذا الحديث حديث فيه ضعف لأن مداره على ابن لهيعة ورشدين بن سعد وهما ضعيفان. ولكن عندنا أدلة من الكتاب والسنة تثبت صفة العجب لله، منها قراءة سبعية في قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة سبعية صحيح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة، وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل أو كما قال، والحديث صحيح، والحديث صحيح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والأدلة على ذلك معروفة عند أهل العلم. فإن قلت وهل صفة العجب من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ فأقول من صفات الفعل وليست من صفات الذات. فنؤمن أن لله عجبا يليق بجلاله وعظمته، وإن اتفق مع عجب المخلوقين في الاسم فإن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. نعم. أجمع أهل السنة على إثبات صفة الضحك لله عز وجل، فلله ضحك يليق بجلاله وعظمته لا يماثل ضحك المخلوقين حتى وإن اتفق معه في الاسم. فإن قلت وهل الضحك من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ الجواب بل هو من صفات الفعل، فضحك الله عز وجل من صفات فعله. نعم. يكفي هذا، يكفي. اقرأ بس في آخره. من صفات فعله العجب من ايش قلنا اخر شيء؟ الضحك من صفات الفعل. انا قلت من صفات الذات، اخطات. اي ماشي. اخر شيء. نعم. هذا وما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتاوله بتاويل يخالف ظاهره. هذا جميل. نعم. ولا نشبهه بصفات المخلوقين صح ولا بصفات المحدثين. لا المحدثين أي المخلوقين، المخلوق محدث. ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيوة. وكل ما تخيل في الذهن، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلاف ذلك. كما قلت لكم يجب صيانة نصوص الصفات عن المعاني الفاسدة الباطلة. هذا هو القسم الأول، وإلى هنا ينتهي شرح القسم الأول.
ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة. ونسأله عز وجل أن يعيننا على الإيمان بما سمعنا، وعلى تحمل هذه الأمانة العظيمة، وعلى إبلاغها وتعليمها المحتاجين لها. فإن من أحوج ما يحتاجه الناس في هذا الزمان مع كثرة الزخم في الشبهات والشهوات هو من يعلمهم العلم على أصوله وأدلته الصحيحة. نكمل بقية الصفات، وهي صفة الاستواء على العرش، الدرس القادم، ثم بعدها صفة الكلام، ثم بعدها عقيدتنا في القرآن، ثم بعدها عقيدتنا في الإيمان، ثم بعدها عقيدتنا في القدر، وكلها سندرسها من أصولها وقواعدها بإذن الله عز وجل.